أهلا وسهلا، لسه متواصل معكم عبر صباحاتنا الندية. صباح الشروق يمتد حتى 11 بإذنه تعالى. نعم، تعدد الروايات والحكايات في مناطق كثيرة مختلفة من السودان زي ما ذكرنا. خلونا مباشرة برضو ننتقل للحويين بالقذارف، نشاهد هذا التقرير. اللحويين قبيلة عربية بدوية تتعدد الروايات حول أصولها بين قضاعة وجهينة وقريش، إلا أن الثابت أنها من القبائل الرعوية التي دخلت السودان عبر مراعي شمال كردفان فالنيل الأبيض وضفاف الأزرق، حتى استقر بهم المقام على ضفاف العطبراوي وإن تركوا أفرعا إبان هذه الرحلة من القرب إلى الشرق. والراجح أن هذه القبيلة ظلت تمتهن الرعي عن طريق النشوق والتدمير حتى خمسينيات العقد الماضي، لتستوطن بمنطقة المقطع والدزين والشريف حسب الله بمحلية الفشقة، وإلى يومنا هذا مواطنين مستقرين وإن ظلوا يربون الحيوان كمصدر هام لحياتهم. ولم تقف مسيرتهم بالاستقرار، فقد تغيرت تبعا لذلك سبل كسب عيشهم بتبديلهم لحرفتهم الأساسية والتحول إلى مزارعين يمارسون الزراعة المروية والفيضية والمطرية ويسهمون بصورة كبيرة في إنتاج الفاكهة الصيفية. القرى والمزارعين والبوادي بسطة إلا قلوبنا إحنا من سودان مرطة. ظهريك صامد الساري وصبيب حتى قبليك ساوق برد البيرمي سقطة. تحبك دودة فوق على وظهورك خطة جبالك جبت كجرة تعول وتغطى. وكمثل بقية القبائل العربية تمتاز قبيلة اللحويين بالعادات والتقاليد والموروثات، ويتجلى ذلك بوضوح فيما يضعونه من علامات مميزة على الإبل تجعل أنعامهم ظاهرة على الأخرى، إضافة لما يحتفظون به مما تبقى من حياتهم الرعوية والتي قلب عليها طابع التنقل. واهتمت القبيلة بتعليم أبنائها، وهو الشيء المميز لطبيعة القبيلة المتنقلة، فنجد مجموعة من أبناء القبيلة نالوا حظهم في التعليم العالي، الشيء الذي انعكس على حياة أهلهم رقيا وتطورا. وتطورت حياة الناس بالقبيلة تبعا للتطورات الإدارية والسياسية، ويرجع الفضل في ذلك لحياة الاستقرار التي عاشوها بعد فترة التنقل الطويلة، ونتيجة لذلك توفرت لهم الخدمات من فرص للتعليم المستقر والخدمات الصحية، وتحولت مساكنهم من بيوت الشعر إلى منازل الطين الأخضر والقش ورد الأكثر ثراء من الطوب الأحمر. وامتازت هذه القبيلة بأفزاز الإداريين والسياسيين ممن وجدوا حظ المشاركة في السلطة التنفيذية والتشريعية والسياسية. ولعل اختيار القبيلة لطبيعة منطقة استقرارهم على ضفاف العطبراوي وسهر البطانة وتمازجهم مع قبائل الشكرية وغيرها جعلهم وبنسبة تربو على 90% محافظين على إرثهم العربي عرفا وثقافة وعادات وتقاليد ومسل وقيم، وإن ظلوا يتطلعون للهلال والمريخ وللشروق مرة من هنا.